مع اقتراب الموسم السياحي يتطلع مهنيو السياحة إلى استعادة الأنفاس لقطاع أنهكته جائحة كورونا على امتداد موسمين، غير أن تواصل غلق الحدود والمعابر البرية من الجانب الجزائري يثير القلق بشأن السوق الجزائرية التي تمثل إحدى أهم الأسواق في السنوات الأربع الأخيرة. مهني السياحة يتسائلوا في مخص السوق الجزائرية اللي هي مهمة جدا. نعرف الكل اللي سنة 2019 استقبلنا 2,900,000 سائح من القطب الجزائري، لكن السنة الحدود الجزائرية مازالت إلى حد الآن مع تونس الحدود البرية مازالت مغلقة. قرار معناتها سيادي جزائري نحترموه، في انتظار انه معناتها تتوضح الرؤيه ان شاء الله، ومعناتها العلاقات ديما اخويه ما بين البلدين، وان شاء الله معناتها فما انفراج. نتمناو ان السلطات التونسيه معناتها تعمل جهود مع السلطات الجزائريه باش تتحل الحدود البرية ونجم نعاودوا معنا نخدموا. ولأن تدفق السياح الجزائريين يكون بالأساس عبر المعابر البرية بنسبة تناهز 93%، انطلقت استعدادات المهنيين من أصحاب نزل ووكالة أسفار لاستقبال السياح، مع المطالبة بضرورة تحسين البنية التحتية والخدمات بفضاءات المعابر والحدود البرية. قاعدين نحضروا في رواحنا، خذ من نجم ما ننساوش أن الموسم مازال حقيقة ما بداش، فما حجوزات، ثم تحسن نسبي وكبير بالنسبة للسنة الفارطة، لكن ماناش مازالت وقت الذروة وقت احنا باش نتوقعوا أن وقت الذروة وقت حقيقة باش تبدا الخدمة بعد العيد الكبير. ما دو لا ديسبونيبيليتي، الغرف موجودة على ذمتهم، كيف وكالة الأسفار زادة مستعدة باش تساهم في تنظيم رحلات، وكذلك زاد النقلة الوطنية الخطوط التونسية زاد حضروا احنا نكونوا حاضرين لقاءات كيما هذه نجم كانت تفيدنا باش لو جور جي معناتها خواتنا اون فادير خواتنا واصحابنا وعائلاتنا في الجزائر يجيو لتونس ومرحبا بهم، نكونوا حاضرين باش نعطيو اون بون كاليتي دو سيرفيس. بيان اللي كان باش تحل الحدود اون فاف اونتخ 3000 4000 5000 من بيرسون بار جور، كيفاش باش يقعدوا قاعدين غاديكا في الشمس 45 دوغري؟ وينو البيدجي اللي كان الوي باش يريقلوا الحدود باش تولي 3 فوا ولا 2 فوا ولي بوست دو روبو ولي باركينغ الكبار وكل شيء؟ وينو البيدجي هذا وين مشى؟ ويشار الى ان نسبه الحجوزات بلغت 50% في انتظار تحسنها باستئناف الحركيه السياحيه بالسوق الجزائريه وفق ما اكدته الجامعه التونسيه للنزل.